çak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzun da hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize yönettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. عن جد ما كان صار بخوف كتير وقت شافني عمل لتحته. لك روق شوي على مهلك يا زلمة، شو صاير لك؟ رح تخلصك إلا أنت. بدك تضل مبادل طول حياتك يا حيوان؟ متذكرين الخطة ما هيك؟ متذكرين اللي فينا؟ والله رح نخوف كل اللي بيجوا. شو هالمخ الفظيع؟ بابا نحن تعبنا، لو سمحت خلينا نمشي. شو صار لك يا بنتي؟ استني شوي بس لخلص هالقنينة. روقي، شيل إيدك أنت. مرحبا. أهلين بيرا، شكرا لأنك جبتي عصمة. ولا يهمك. واو، مبين حقيقي بخوف أكثر من باقي الأماكن اللي عاملينه. الكون شو؟ وقت شوف هاي الطائرة البرتقالية بوقف قلبي. قصدي عليك فكرة. لا تخافي، شوي وبتتعودي. خود كمل هي سنيدو. يلا امشي نروح على البيت، جعت وما عاد فيني اتحمل انا. زين القطه شباب. ليش هيك عم تعمل يا بابا؟ هي رفيقتي. هاد ابوكي؟ لا انا خالتها. ايه هاد بيكون ابي. يلا امشي معك. شايف قديش صار في ساعة ولسه ما رجعوا على البيت؟ هيك بيصير لما بترك الاولاد بامانته. اختي لا تشغلي بالك بهي القصة، لا خلصنا بقى. ها يلا عصمت. هي اجوا. فوت يلا حبيبي، فوت يلا يلا. ايه بتعرفوا قديش صارت الساعة؟ ليش تأخرتوا لهلا؟ يا الله دخيلة، ليش معصبة علينا؟ ليكنا اجينا. اختي شو عم يعمل سامح؟ ايه صحيح، امه مريضة شوي لهيك رح يضل عنا هالفترة. بيتنا كبير وما كان ناقصنا غير سامح. يا ريت ما تحكي ولا كلمة بابا. ليش؟ اجا موظف التأمين يطالبنا بالمصاري اليوم. مالك مقدر لهلا المصيبة الكبيرة اللي وقعتنا فيها؟ ليش عم تبهدليني إلي؟ شو دخلني؟ روحي بهدلي جوزك الميت، واحد ميت بعيش فجأة، شو هالقصة هيا؟ أختي لا تتعبي قلبك مع أبي. أحكي وين كنتوا؟ يلا ردوا، ليش هيك ساكتين؟ ولا شي أختي، رحنا على الحديقة شوي. بابا أخذكن من المدرسة؟ لا أو مو عمل هيك وبس، أخذكن على الحديقة. أنا لازم صدق ما أحكي ولك. على كل حال رح نسأل الصغير ونشوف شو بيقول. عصومة حبيبي لوين رحتوا اليوم؟ قلي يا عمري. رحنا على الحديقة أختي لميس. طيب لك مثل ما بدكن، على كل حال إلا ما أعرف شو الموضوع. يلا أبش لاح الجاكيت. يلا روحوا غيروا تيابكن وغسلوا وضبوا الغرفة، لا تخلوها منكوتة هيك. هاتوا يا روحي. بس يكون بعلمك أنا رح أعرف وين كانوا الأولاد. ماشي؟ شو؟ ما بصير أكل لقمة بالبيت بهنا؟ خلاص روي هلأ ببلع اللقمة وبنقلع حاج تهدديني. عزيزة وينها؟ ليش ما جبت الرز؟ ما شايفتيني عم باكل، شو هالخدمة السيئة؟ هي مو هون، ما أنا هون، يعني ما في رز اليوم. شو هالحظ هاد؟
بابا شو عم تعمل للولد؟ ما أنه متعود على حركاتها؟ إيه طبعاً ما متعود علي ابني، لأنه هو من أولاد أرواس المال. مو هون، على اليسار، كمان شوي على اليسار. وين قصدك أمي؟ ساوته؟ أساساً ما عاد في شي، ليش خليتيها تطلع؟ هلأ بتوع، كان لازم أطلع أنا. لساتكن شباب وهيك، مو شايفين خيوط العنكبوت؟ أنا ختيار عم شوف من هون أحسن منكن. يلا لشوف عزيزة، نطفي منيح نطفي، بدي اياه عم يلمع لمع. عم نظف بس وين ما ضل شي. مو هنيك عم تمسحي بالمكان الغلط، قربي لقدام شوي، يلا حركي لي حالك. وين لقدام؟ عزيزة شو صار؟ انت منيحة؟ شو عم يجعك؟ شو صار لك؟ ايدي عم توجعني كتير. كسرت ايدك شي؟ ايدي. طيب اهدي شوي، رح اجيب لك ثلج وارجع بسرعة. انت منيحة؟ ماني منيحة أبداً يا خالي، وصر لي يومين هيك تعبت وهلكت وما نفعتك بشي من يومين، بعد كل شي مانك مبسوطة مني يا. لا تزعلي، أنا مبسوطة بلا، أنتي نجحتي بالامتحان. هي امتحان. يلا يا بنتي قومي. أنتي عم تمشي؟ عم امشي طبعاً، أنا مثل الحصان الحمد لله، ليكي أنا من الجيل القديم وما بختير بسهولة. أمي شو عم تعملي؟ مو ظهرك عم يوجعي؟ عمالك يعني صار لك يومين عم تخدعينا بمرضك خالي؟ عم اخدعك؟ يا حيف، عيب الوحدة تقول هيك لحماتها. انت مثل ما حكى ابني جميل عنك ورح تكوني كنا منيحة، صار فيكم تتجوزوا، أنا قبلتك كنا إلي. يلا بوسي إيدي. عن جد أمي هاتي إيدك. جميل، رح نتجوز. ناموا، يلا غمضوا عيونكم وناموا لشوف. شعراته جايين عند رجلي عم يكركروني. عم تتكركر؟ ريحة رجلين سامح طالع كتير. يا دخيله. وانت كمان. يلا لشوف ناموا، وقال بحط كل حدا بتختها. بعد شعراتك عن رجلي. شو أحمد؟ عم تدرس يا روحي؟ اطفي لك التلفزيون. شو ما شايفتيني عم بتفرج؟ لا أختي، أنا عم شوف حسابات المطعم بس. ايه؟ حلوين، ماشي الحال. إذا باليوم 150 وجبة رح نوفي الدين بعد 10 سنين يا روحي. 150 وجبة؟ شو عم تحكي أنت أحمد؟ هيك ما رح يمشي الحال لميس، لازم نلاقي شغل تاني. طيب شو رأيك تشربي شاي معي؟ يعني عم أقول لحالي لما يطلع بدر ممكن يحل هالقصة بفرض. يا حرام، شو مسكينة هالبنت، مسكينة ما بتستاهلي. شايف هالمصيبة الكبيرة اللي حضرتك وقعتنا فيها؟ شو صار لك انتي؟ هلأك انتي بعالك يعني رح تضلي هيك؟ كل ما عصبتي من حدا تتفشش فيني؟ ليش مين اللي معصبني؟ مين وقعنا بكل هالمشاكل؟ ليك يا حبيبتي بدل ما تصرخي علي أنا روح اسألي جوزك يلي بالحبس، أنا صار عمري هالعمر وما فت على الحبس ولا ثانية. يمكن لأنك أناني ولقين حتى الشرطة ما بدهن يعني. لك عم بتفرج على التلفزيون، اسكتي شوي. لميس عزيزة، حماتي وافقت ورح أتزوج جميل. كيف لحتى وافقت؟ هي صار لك كم يوم عاملة حالة مريضة كتير مشان تختبرني، بس نجحت بالامتحان وقالت لي ما رح أقلق على ابني ورح أحطه بأمانتك، يعني رح أتزوج جميل وأخيرا. ألف مبروك. مبروك حبيبتي. ألف مبروك يا عزيزة، إن شاء الله بيصير كل شي ببالك. تسلم يا باشا، وعقبال عندك وعند كل الباقيين إن شاء الله. عمي فكري تعال بارك لي. لا ليش لا؟ ماني موافق على كل هالمسخرة هي. لا قلي ليش؟ مو انت قلت قبل انه ابتلينا فيكي وروحي ما بدنا اياكي، شو اللي تغير معك يعني؟ طيب مين بده يعمل لي اكل من اليوم ورايح؟ هاي الغبية ما بتعرف تعمل غير المعكرونة. ايه على اساس في شي غيرها ينعمل وما عملت لك اياه؟ بعدين انت جبتنا على هالدنيا بس لحتى نخدمها؟ ايه؟ لكن ليش انا جبتكم؟ ماشي. اي هاد تفكيره. بعد هيك والله حرقت لي قلبي هي. يا حرام، شوفي شو بتزعل. شو رأيك تزعل علي مو أحسن؟ لك تطلعي على هي قديش فقيرة. ونحن شو سندي؟ لك نحن مبسوطين يا ابني بس هي. أنا ما كان يصير دورنا رح حاكيهم تليفون نخليهم يأمولي مصاري.
ايه احسن شيء. ايه روح انت هلا بنلحق. ايه هلا بنلحق. شيل الطاوله. يلا بس ليلاس فكرة تستعجلوا شوي رح تتأخروا على المدرسة. اختلاطك ليهمنا، بابا هلأ بيوصلنا. أنا أب رح يوصلكم ليكو، طلعوا شوفوا. مين عم بيتصل من الصبح؟ قالوا نعم. ايه لميس ما عندي وقت كتير لهيك رح أحكي بسرعة يا روحي. بدر؟ حبيبي كتير صوتك بعيد وفي ضجة حواليك. حبيبتي المكان معجوق كتير هون لهيك ما عم بقدر أحكي براحتي. انت كيفك؟ سامح منيح؟ بابا 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 لا يا ما بدي متركني لك ايش بكون. يلا بابا قوم. يلا قوم. نسيت انه بيت الرعب اليوم افتتاحه. اذا اخذتنا لميس على المدرسه ما بقى نقدر نطلع من هنيك. يلا بابا انت وعدنا. خلصنا مثل ما بدك بابا. ليلاس يلا امشي نشتكي عليه. تعالي نروح. وقفوا وقفوا وقفوا، مو على اساس تستغلوا الاستفزاز مره واحده بس. انتوا زودتوها كثير. ها اسمعوا، انا كمان بروح بقول لاخذكم انكم عم تهربوا من المدرسه كل يوم وبخليها تعاقبكم. ها طول بالك بابا، فهم علينا نحن عم نقول لك ايه مشان بيت الرعب وبس. رحنا هذيك المره يعني كم مره بدكم تروحوا؟ يلا بابا قوم، ما فينا نروح بدونك كل يوم الافتتاح، وبعدين انت وعدتنا انه تساعدنا. رح ناخذ جنيده معنا ونوصل عصمت على المدرسه. نحن ليش لنوصل عصمت يعني؟ وشو بدكم بجنيدو؟ ما بكفي السكرانين اللي هنيك؟ لا جنيدو بخوف اكثر منهم كلياتهم بابا. يلا بابا خلاص انت تشوفنا وتبلش تسالنا. ايه طيب عايم. يلا امشوا قدامي، والله انتوا رح تخلوني اندم اني ساعدكم بهي الشغله. يلا الدكتور قال ما رح ترجع لوعيا. بدر يعني هي ما عندها قرايبين لحتى يجوا لعندها؟ انا خليت مروه عندها لانه المخلوقه لوحدها. بلا في عندها خالي، بس يمكن عايشة برات البلد ماني متأكد. مزبوط، دور عليها بس اطلع من هون. سامح عم بيعزبك؟ لأنه بصراحة هو كتير متعلق بأمه. كيف ما بده يتعلق فيها وهي أمه؟ الله يعافيها يا رب. ايه ان شاء الله، وأنا رح اهتم بسامح كتير لما اطلع من هون، بس هلأ ما فيني أعمل شي بالمرة. أنا عم بهتم فيه لا تخاف. أصلاً يا روحي متأملة كتير بهالجلسة، يمكن تطلع بعدها. إن شاء الله حبيبتي إن شاء الله، بس أنت متأكدة من هذا المحامي إنه شاطر؟ لأنه بصراحة حسيت شكله غريب وما بعرف إذا ممكن ينجح أو لا. ما بعرف، بس هو قال بيحلها يعني. يلا تخنت. لحظة بس لحظة شوي. شو هاد يا حبيبتي؟ أنا لازم سكر هلأ ماشي؟ ليكي بحاكيكي بعدين لأنه بلشوا يعيطوا ورا. الشباب بدهم يحكوا. تمام؟ تمام. أنا بحبك كتير. وأنا كمان بحبك كتير. آه بدي أقول لك شغلة، اسمعي. شكراً كتير لأنك عم تهتمي بسامح. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ هاد ابنك معقول؟ أنا بحميه مثل روحي، لا تقلق أبداً ولا تشغل بالك. ماشي يلا ديري بالك على حالك. بعتذر منكم طولت شوي، لا توحشوا. أي بعد شو؟ يه؟ وينه؟ لوين راحوا؟ قال راحوا على المدرسة. راحوا على المدرسة لكان؟ أكيد عم بخططوا لشي مع بابا صح؟ تخيلوا أنا. أهلا مرتضى، تفضل. أنتوا جاهزين ولا لسه؟ أي طبعا جاهزين، بس لفيق أحمد. ماشي. أحمد؟ أحمد فيق يلا. تأخرت يلا. أنت ما نمت للصبح مو هيك؟ أحمد قوم، رح تتأخر على الجامعة. أوف اليوم ما عندي جامعة، وحتى لو عندي ما بدي روح. لشو؟ معاقبيني. خير، ليش معاقبينك؟ عاقبني الأستاذ علي، ما بعرف ليش طلع هالقرار. على كل حال أنت لا تشغلي بالك، أنا بحل كل شيء ماشي؟ ليكي أنا بحل القصة، لا تاكلي هم أنت بالمرة. أساساً مو في جلسة اليوم؟ روحي على المحكمة وأنا بفتح المطعم وبحل قصة الجامعة، أنت لا تشغلي بالك يا أختي. بس شوف بدك تحل قصة الجامعة مو هيك؟ أختي أكيد رح حلها. طيب وعدني. أنا بوعدك أنت لا تشغلي بالك. تمام. خلاص. وأنا شو بيعرفني إذا رح ترجع لوعية ولا لا؟ بعدين ليش عم بتصرخ علي؟ شو قالوا الدكاترة؟ نهال إمتى رح تفيق لكان؟ عم قلك ما بعرف، ما عم بيقولوا شي بنوب. إذا بدك تعال وتأكد بنفسك. يعني ما رح تقدر تجي على الجلسة اليوم كمان؟ ايه أكيد، هي بغيبوبة لأنه. طيب ماشي، لا تطولي وارجعي فورا، لازم نحط خطة جديدة. ماشي ما بطول.
شوف وين قاعد هلا وبشو ملتهي. تارك الورته الكبيره اللي ناطرتني وقاعد عم ضيع وقتي هون. عن جد طق مخي على الاخر. شو رايك؟ ايه تمام صرت جاهز. ايه منيح، بس لا تنسوا تاخذوا اماكنكم. يا بابا جنيدو لسه ما اجى، ما بقي غيره ما جهزنا. هلا بيجي نادينا له، شو اعمل اكثر من هيك مشانكم؟ بكفي. نحن اجينا. بيرا كيف طلعتوا من المدرسه؟ رفيقتي المفضله بدها تفتح مكان شغل وبدك ابقى بالمدرسه. شكرا كثير لك، بس انت كيف هربتي؟ الحقيقه ما هربنا، كان في درس رقص اخر حصتين، اخذنا اذن وطلعنا. انت بتجنني يا بيرا. رح تخليني فوت باول افتتاح لبيت الرعب؟ ايه طبعا رح خليكي، ما انت رفيقتي، وكمان بنشوف هلا اذا كان بيرعب. منجرب. بارتو يا اولاد تعوا خلونا نبلش. بارتو بيكون ابن عمي، ما التقيتي فيه بالمدرسة؟ لا ولا مرة التقيت فيه. مرحبا. مرحبا. واو حلوة الفكرة، حبيتها، منه لأنها قديمة ومنه كمان إنها جديدة. أنت أكيد ما فوتي مصاصين الدماء المصطنعين، مو هيك؟ إيه صح، لأنه أنا ما بحب مصاصين الدماء لهيك ما بجيبهم، وبعدين كل هذا الشغل أنا مساويته مشان هيك طالع حدو المكان. يلا ليلاس. بابا جاهزين؟ ايه بابا هلا رح نبدا فورا، انتو بتعرفوا وين بدكم تروحوا، وانت تعال لهون بسرعه شوي، يلا بسرعه. يلا يلا يا جماعه حركوا حالكم شوي ورانا الشغل. يلا امان 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 امان. شو هذا يا جنيدو؟ كيفك يا ابني؟ شو اخبارك؟ اوه ما في احلى من هيك. انت ليش جايه لهون؟ انا حابب زور شايف فكري بيك، بدي روح لعندهم على البيت. المشكلة هو مو بالبيت هلأ، بس أنا هلأ بطريقي لعنده، إذا بدك طلع وراي وبوصلك. إيه لو سمحت، طلع بالسيارة ودل الشوفير لوين بدنا نروح. يلا. هلأ روح دغري ولا أتلف. أنت كأنه مشغول بالك بشي؟ عم قول لحالي إنه نعتنوا بحفيدي كل هالسنين. بالحقيقة أنا ما بقدر رد لهم معروفهم بالمصاري، بس أنا قررت إني أترك الورثة للسيد فكري بيك. برافو عليك عم رجائي، أحسن شي لترد المعروف لفكري إنه تعطيه مصاري. لف على اليمين من هون. إيه من هون. سيد محسن، أنت بتقدر تطلع زوجي وتحلها مثل ما عم تقلي؟ يا ريت بس تخبرنا انت كيف رح تقدر تحل القصة. بس يا ريت تحكي بطريقة نقدر انه نفهمها، يعني بتعرف. ايه طبعا رح اشرح لكم. الفيديوهات المصورة بدون قرار من النيابة كدليل ما بتنقبل، وهالدليل راح. بعدين عم يتهموا زوجك بتحريض السيد ثروت، بس القانون الجنائي يلي بدهم يستندوا عليه المدعين لحتى يتغير القانون رقم 3218 ما ممكن يشمله لسامي حكتان، يعني ما قالوا رجعة، وبهيك بيكون راح كمان. اطمني محلولة. محلولة. اي نعم. وبعدين بموجب المادة 200 من القانون الجنائي. يا مدام مثل ما سمعتي مو ممكن محاكمة زوجك بالاتهامات المدعية عليه. ها شفت شلون محلولة مدام لميس؟ الصلح هو سيد الأحكام، لأنه هدول المبتدئين ما بيعرفوا كتير فبيفشلوا دائما. انتي لا تقلقي من هالناحية، منحل القصة محلولة. ما ضل حكي استاذ محسن، انت شخص فظيع وبصراحة انا معجب فيك شخصيا، وعن جد شكرا. اذا بيطلع زوجي فيك تطلب شو ما بدك استاذ محسن. انتي لا يكن لك فكر، زوجك اكيد رح يطلع محلولة ان شاء الله. اجا بدر. بدر؟ لو سمحتي مدام ممنوع. بس اذا بتسمح لي بدي سلم على مرتي لانها حامل. شكرا يا روحي. حبيبي الاستاذ محسن رح يطلعك، لا تقلق ابنه. تمام ماشي حبيبتي. كله تمام. المدعى عليه سامح اكتان، محامي المدعى عليه سيد محسن. يلا يلا تفضل. ايه يلا يلا خلونا نفوت احنا كمان. انت بالاول. تسلمي. عن جد كثير حلو ليلى،
حقيقي وبرعايه بنفس الوقت. لسه ما خلصنا، في هديك الجهه. يلا يلا. أنا رايح دوي على فكري وجيبه معي عم رجائي، أنت استناني هون، إيه؟ ماشي أنا راح أنطرك، أنت روح دور عليه. فكري! يا فكري! شو عم يعمل هون؟ صار عندي فضول، شو هاي؟ عارف هاي افكار حلوه وجديده، انبسطنا كثير بهالشغله. هالمحل بيطالع مصاري. طبعا هذا الشغل اصلا مثل بير النفط، واذا طلعنا منه مصاري كثير انا فورا راح اشتري هالمكان لاخذ كل المصاري. فكي شوفي شو بدك تنادوا انا هون. شوفي انت شو عم تعمل هون لك فكي؟ انا جبت لك العمية جاي لهون. العمية جاي جدو الحكمة. يا الله جنيدو، يعني فتحت علينا طاقة الفراش. فكري يا فكري. اهلا وسهلا عمي سماء، شلونك؟ شو صار؟ اتركه يا حيوان، خلاص رح يوقف قلبه. اهدى اهدى شوي عمي رجائي، استنى بهائي. عمهلك عمهلك، ايه لا تخاف انا معك. ايه كيف صرت هلا؟ قلبه عم يدق تمام. استنى لك. والله ما لك حظ يا فكي، كان عم يقول من شوي بده يترك لك الوجه. ما تحكي هيك من الاول. لا رجائي رجائي بترجاك، لا تموت بترجاك. اصحى اصحى يلا، اصحى اصحى يلا، لا تموت هلا بترجاك. اصحى اصحى. بابا شو ابو عمي رجائي؟ بابا ليش واقع على الارض هون؟ لا ولا شيء. قتلنا السلامه يا فكري، والله راحت علينا. لا لا بناءً على كل ما تقدم لحضرتكم، نطلب منكم اتخاذ القرار بإسقاط التهم الملقاة على موكلي وإطلاق سراحه يا سيدي. في أي شيء حابب يضيفه محامي الإدعاء؟ نعم سيدي. سيدي القاضي، بالنسبة لما يتعلق بتهمة الاحتيال على التأمين، نطلب الاستماع لمروة تونشبيليك كشاهدة. وافقت على طلبة. استدعوا مروة تونشبيليك. مروة تونشبيليك. تفضلي، نحن عم نسمعك يا مروة. سيدي القاضي، أنا كنت ببيت سامح أكتان بالوقت اللي ما كانوا عرفانين فيه إنه أخي لساته على قيد الحياة مثل ما ادعوا عليه. أخي كان يبقى ببيت زوجته لميس أكتان على أساس متوفي. طيب عندك شيء أدلة تثبت هالشيء؟ عندي سيدي.
مجرد تحليل بيثبت انه نحن اخوة. اذا انتبهت على التاريخ اللي عليه رح تلاقي انه صار بنفس الوقت اللي صار فيه الادعاء بانه ميت. مروة بس التحليل طبعا ما صار باسم اخي سامح، ساوته زوجته لميس اكتان. هالشي ما بيبين انه بتعرف انه لساته عايش؟ كملي يا بنتي. في مرة كنا قاعدين وانفتح نقاش مشان مصاري التأمين، ووقتها صارت خناقة بالبيت، والحقيقة أخي قال لهم لا تاخدوها، بس لميس أكتان هي اللي كانت مصرة كتير إنها تاخدهم. مروة. سيدي، حسب إفادة الشاهدة مروة شبيليك بأنه المدعى عليه على قيد الحياة، وزوجته لميس أكتان الغير مشتبه فيها بالملف اشتركت مع سامح أكتان، فلذلك نطلب استجوابها ومحاكمتها فورا واعتقالها. سيدي ليش؟ لميس هدول لميس. لميس 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 حبيبتي ما رح تولدي بالسجن. يلا فيقي لميس. لميس أنا ما بدي أولد بالسجن. إيه حبيبتي لا تخافي، اسمعيني شوي. ليكي أنا جنبك، لا تقلقي، أنت فقدتي وعيك بس، وأنا أطلق صراحي وما رح يعتقلوني، ما رح فوت على السجن. كيف؟ السيد محسن حل القضية، بدر نجا من كل شيء، كل شيء خلاص. عن جد؟ وشو من شاني رح أنحبس؟ مدام لميس هنن رح يحققوا معك، بس لا تقلقي أنا معك، رح نحل القصة محلولة. عن جد؟ محلولة يعني خلصنا؟ ايه خلصنا. اشتقت لك كثير. يلا قومي، ما بدنا نضيع وقت، مرتضى بيوصلك على البيت وأنا رح روح على السجن وهن بيطلعوني من هنا. لكن أنا هلا رح أجي معك. لا لا لا، أنت كل شوي عم تفقدي وعيك، خليه يروح يخلص الأوراق. خلص رح احتفل بس ارجع على البيت، جهزوا حالكم تمام؟ يلا روح. انتظارك نحن عين. يلا خذي غرامي. امشي. تعالي معي. Des mons aus das Elul, her mevsim de durma gül. Hayat inan çok kısa, belki çıkmayız yaza. Hayat zaten çok kısa, belki çıkmayız yaza. Boş vermişim, boş vermişim. Boş vermişim dünyaya, ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya, ağlamak istemiyorsan sen de boş ver. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya, ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya, ağlamak zor geliyorsa sen de boş ver dünyaya. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Tabii. رح تطلع بعد 10 دقايق. ايه ماشي، رح تفوت على الحمام واجي لورا. ما كنت رح تتورط فينا؟ اسمع، خليك عاقل وانتبه، ما تجيب المشاكل لحالك ولا رح تندم وقتها. انت عم تتعامل مع زلمة مانك قده بنوب. أنا ما قلت لك من قبل لا تعمل هاي الحركات ليكون أحسن لك، بس أنت كبرت راسك. يا جماعة شو عم تعملوا؟ طولوا بالكم. على برا أنت. شو ما كانت المشكلة بتنحل بدون السكين اللي فيها. إذا ما رحت بيتك أنت كمان.
شي شوفيه تبعه يا فكري. معقول يكون راح اشد كان؟ شوفيه شو يا زلمه، الرجال مات وانت عم تقلي شوفيه وبطيخ مسمين. بابا شو رح نعمل هلا؟ شلون قتلتوا للزلمه بابا؟ كله بسبب المسخره تبعكم، مو انتم بدكم بيت رعب؟ هاي الرعب قتلوا للزلمه. شو عم تقول بابا؟ نحن شو علاقتنا اصلا؟ شو بدنا نعمل؟ والله لا يمونا كلنا بالحبس. حبس شو؟ انا ما بقدر فوت على الحبس بهالعمر. بتقدري بهالعمر؟ لك بأي عمر بتحبي تفوتي؟ تحركوا روحوا على السيارة بلا حكي فاضي يلا. وانت شو رح تعمل بابا؟ لوين رايح؟ رايح لاقي حل. اسمعوني منيح، لا تجيبوا سيرة لأي حدا، وانتو كمان لا تقولوا أي كلمة لحدا، فهمتوا؟ شو بدنا نعمل؟ شو رح تعمل مشان المرحوم؟ يعني رح تاخذه على المستشفى أو هيك شيء؟ أنا ما فيني أقرب على الميت أبدا، هلا بيجي السواق وهو بياخده وبيتصرف يلا. رح تترك الزلمة هون يا فكري؟ هذا الزلمة مات يا جنيدو، يعني بدك إياهن ياخدونا ويرمونا بالحبس؟ أنا ما فيني تختخ بالحبوس يا رجل، ما بقدر ضل بمكان ضيق ومسكر بختنق والله. لك وين رايح؟ أنا بخاف من الميتين. عن سبيرة نمشي؟ إيه يلا شغل السيارة. شو رأيكم نروح على الشرطة؟ الأخ جميل بيحمينا. بلا حكي فاضية، إذا أمي دريت بهالشي ما رح تسمح لي أطلع مرة تانية. يا لطيف شو عيلتكم غريبة؟ هلا عن جد هداك الزلمة مات؟ لا بس هو حبب يمزح معنا. انت ليش عم تحكي معي هيك؟ على فكرة انت مالك مهضوم ولطيف بنظري لاني مرعوبة هلا. شو الكلام اللي عم تقولي لطيف ومدري شو؟ مو ناقصك يا فيكو كمان. انتوا لا تقولوا لحدا اي كلمة عن ابوكم. ايه اكيد. طيب ليلاس نحن رح نروح يلا بخاطركم. مع السلامة. ما رح نخبر اختي. ايه طبعا فيكو ما سمعت، قال رح نحبس. يا أولاد استنوا لحظة، السيد رجائي لساته جوا؟ مين بيكون؟ ما بنعرفه، احنا ما شفنا حدا بنوب. ممكن الحساب؟ تكرم شكرا بشاي؟ لا يسلم. أهلا وسهلا فيك. شو صار؟ انحلت القصة أحمد. كيف حلتوا أنت؟ أفرجوا عن بدر. عن جد؟ يا سلام. إيه ها أخيرا. وأخيرا هالمحامي عجد طلع شاطر وحل القصة كلها ياته. إيه منيح منيح. الغبية مروة أجت على الجلسة كمان وحاولت إن ترمي تهمة مصاري التأمين على أختك، والسيد محسن رح يفتح شكرا. قضية جديدة ورح يحلها. حبيبي أبوك يعني دولي. هلأ رح يفتحوا مع أختي تحقيق ورح يجي كمان وبيضل عليها ترجع المصاري للتأمين، لكن خلي بابا يروح ويعترف وبيرفعوا عليه القضية. معقول أبوك يعمل اللي عم تقوله يعني؟ يلا عادي أنت هلكانة من الجوع، خليني أسكب لك شوربة. خير إن شاء الله. ليش برا المدرسة أنت وياها؟ خير. شو؟ يسلموا يعطيكم العافية. الله يسلمك. أنت ما حبيتوا جيبوا رفقاتكم تفضلوا لعنا. مع السلامة. أهلا وسهلا. وين عصومة؟ بالمدرسة. وأنتوا ليش مو بالمدرسة؟ ما في أي شيء نوب. قولي لي شو رح يكون في يعني؟ ما في أي شيء. لمين؟ أختي. أنا صرنا قتالين قتلة. كيف؟ شلون خبرتها يا فيكو؟ شلون تجنيت؟ احكوا بسرعة، احكوا شو عملتوا؟ عم يقولوا في قتل. مين؟ احنا ما عملنا شيء، بس قتلنا جدو لأخي حكمة والله. كيف؟ شو مين هالجدو لحكمة؟ الزلمة مسكين وما دخلوا بشيء أبدا، واضح إنه حدا من برا أمره يعمل. اسمعوني صدقني، بعتوا خبر لابن العمي خليه يعرف مين هو يلي رايد يقتلني ويطوي دفتره عندي. ضل يوم على طرتي من الحبس، انا كنت رح اموت لو ما فات هداك الشاب. انتوا وين كنتوا يا رجال؟ اللي وين كنتوا؟ مين يلي انقذني؟ عرفتوا عنه شيء؟ بعد ما شافوه مرمي على الارض اجوا اخذوه فورا على المستشفى، وما لحقنا نعرف عنه شيء، بس رح نسال عنه. لا تشغل بالك. تمام، سالوا وعرفوا لي كل شيء، مين هو وكمان شو قصته وحتى وين ساكن، ويا ترى هو بحاجة لأي شيء؟ نحن لازم نتشكر هالشاب ونعمل واجبنا مثل ما بتأمر. ما صار عنده نزيف قوي، بس لازم نتأكد أنه ما في إصابة بالشرايين. بدي أقول شغلة لو سمحتوا، أوعى كنت تتصلوا بمرتي. شوي شوي، مرتي حامل ورح تتأثر كتير، فلا تخلوها تخاف. على مهلك. شوي شوي على مهلك. هالشي كتير مهم ماشي، لا تنسى يا حارس أنا لي صديق اسمه مرتضى ورقمه بالإدارة، اتصلوا فيه فورا. طيب طيب أنت لا ينشغل بالك. شكرا كتير، بس هالشي كتير مهم، لا تتصلوا بمرتي هي حامل ورح تتأثر كتير.
أنا رايحة على المخفر. لا لا أخشي لا تروحي. بلكي بتعلم. إحنا ما لنا علاقة بهالشغلة. هو الزلمة ما تحمل الخوف لهيك ما يعني نحن ما دخلنا. أختي هو ما له حدا أساسا. إيه؟ والشغلة رح تنتسى دغري. يعني معلش إذا ما له حدا. شو غبي؟ أختي. شو؟ بأي مشفى؟ مين بالمستشفى؟ شو القصة؟ هذا أكيد رجائي مو هيك؟ تمام تمام إيه عم أسمعك منيح جاي فورا ماشي شكرا. لك شوفي. مين بالمستشفى؟ مكتب البريد مو مستشفى. اجاني طرد لمكتب البريد رح اروح لعندهم وبس ارجع بشوفكم ما رح اتاخر. ايه يلا بخاطركم. ايه شو نعمل اختي؟ شو بدنا نعمل؟ رح نقول للشرطه هن بيعرفوا شغلهم معهم. بعد لا اختي روقي لا تكبر الموضوع. كيف ما كبر الموضوع يعني؟ عملنا هالشي مشان المصاري. كان بدنا نشتغل ونطلع مصروف مدرستنا. شو بيعرفنا انه العمر الجاي رح يموت هيك؟ ما بتخجلوا انكم تسببوا لي نوبه قلبيه وتتركوني هنيك لحتى اموت؟ مرحبا كيفك سيد رجائي؟ انا لميس اكتان. انا اخته لحكمه الاولاد. تفضل عود هون. تفضل عمي رجائي. يعني انت ما متت؟ جيب لك كاسه مي. في شوربه وهيك شغلات. لا أوه. المهم انه ما مات. لو سمحتي بدي غرفة سامح اكتان. هي حادثة طعن صارت بالحبس وهن نقلوا لهم. سامح اكتان موجود حاليا بوحدة الاسعاف. حضرتك بتقدر تستنى. طيب بتشكرك. العفو. حطيتي عقلك براسك؟ شو كنتوا عم تستنوني؟ وليش لحتى نستناكي؟ ما صفي شي وما صار للناس بسببك وعم تسألي بدون خجل؟ اي معك حق. انا ندمانة كتير على كل شي عملته. يعني عن جد الواحد ما بيعرف شو بده يحكي بعد كل شي عملتي. هلأ عم تقولي ندمانة؟ شوفي شو عملتي بحالك ولوين وصلتي. اخ بس انت معك حق بكل الحكي اللي عم تحكي. انا ما بعرف شلون لازم اعتذر منك عمو. بس الاولاد وقتها خافوا لما شافوك بهي الحاله. بس انا معصب من ابوهن يا مدام. معقول يعني يترك رجال مريض لوحده ويهرب؟ اذا متت وقتها شو كان رح يصير؟ قولي لي. لا سمح الله. كانوا شحطوني الكلاب. يعني معك حق بهالشي. هو عمي فكري هيك طبعه. ما لازم تتعاطى معه من البدايه. بس انت طبعا كان معك حق كمان لأنه الروح غالية على البني آدم. شو صار هيك؟ لا تشغل بالك عمو. هو طبعه هيك. بس حكمة لسه حفيدك بيكون. بس ممنوع إنه يشوفه هلأ. بس أنا رح خبرك لما بيسمحوا بزيارته. أكيد رح يفرح كتير بس يشوفك. بتشكرك. أنت إنساني قلبك طيب. أنا رايد حكمة تصير وريثي. بس أنا ما رح أعطي أبو قرش واحد. لا تأخذي. عجبا بس رح علينك تشي. انت ساوي اللي بتلاقيه مناسب. بس مثل ما قلت لك اكيد حكمات رح يفرح كتير وقت يشوفك. ايه طبعا طبعا. انت خبريني بوقتها وانا رح اجي فورا. وهلأ بستأذن. شكرا لانك ما كبرت القصة ومرة تانية ما تواخذنا. انتوا الاثنين معقبين وجلي كله عليكم اليوم. اختي روحوا على المطبخ تكون احسنكم. اختي انا هلا طالع رح جيب عصومي من المدرسة. ايه ماشي تفضل. اهلا وسهلا. سيد رجائي. سيد رجائي يا ترى فيني اطلب منك طلب؟ اذا كان شي بقدر عليه. هو شي سهل عليك. معلش تجي معي لمكان وبخبرك على الطريق. اركب بنروح بالسيارة. شكرا. ليك يا جنيد ضاعت علينا المصاري مرة تانية. شفت؟ ايه الزلمة مات يا فكي. شو فينا نعمل؟ خلاص لا تحكي هيك يا اوف.
كان رح يترك لي مصاري كتير صح؟ وهيك قال لك ما؟ بس شو الفايدة؟ الزلمة ما تفقي لك لا تضل تفور دمي بحكيك هاد. الزلمة ما شو عم كذب يعني؟ خلص اسكت، كسر لك راسك بهيولة. ما تفقي لك انت شو عم بتقول يا ابني؟ بتضل تخرف، نحن شفنا للزلمة وكان نايم على الارض وما عم يتحرك. طيب اذا هو مات لكن مين هاد اللي مع ابنك فقي؟ يا الله يا الله عن جد هو ما مات. تعرف اني كنت رح موت من عذاب الضمير يا جنيده والله. عمي رجائي، عمي رجائي، اهلا وسهلا، تفضل ارتاح هون عمي تفضل. لا ترحب بجيتي يا سيد فكري. ليش؟ لانك حاولت تقتلني يا سيدي ولسه عم تسالني كمان، وانا رح اشتكي عليك. بس انا شو دخلني بهي الشغله؟ كيف شو دخلها؟ الزلمه صابته سكته قلبيه وتقرير طويل عريض، عم يقول حاولوا يقتلوني لياخذوا الورثه تبعي، والسواق بيشهد، واذا اشتكوا عليك انت ما رح تطلع من الحبس كل عمرك. عمي رجائي اسمعني بس، شو انت ما بتعرفني مزبوط؟ معقوله انا اعمل هيك شيء؟ انت عملته فعلا. ايه عملته، لكن ابنك اقنعني باني اتراجع عن الشكوى تبعي. لك انت ابني البطل اللي عرفت ربيك صح. طيب لكن انتوا ليش اجيتوا لعندي هلا؟ اجيت مشان تترك لي الورثه تبعك ما؟ وليش لحتى اترك لك الورثه؟ ليك بابا، السيد رجائي رح يسامحك بشرط واحد، ساعدها لاختي بموضوع التامين وتدور على كل المصاري وتلاقيها مثل ما انت ضيعتها، والا السيد رجائي رح يروح يشتكي عليك ويقول انك حاولت تقتله، مفهوم؟ شو هاد؟ شو دخل السيد بهاي بمصاري تامين اختك يعني؟ ما عم بيطاوعني قلبي انك تضل هيك بدون عقاب يا فكري. ابنك هاد اقترح هالشي علي وانا قبلت فيه. فكر خاطرك سيد بهاي. استنى دقيقة، استنى شوي يا زلمة، لك قديش غبي انت، ليش دخلت هاي الشغلات براس الزلمة هلا؟ قول يا حمار. بابا يا بتلاقي المصاري وبتساعد اختي، يا بتروح على الشرطة وبتعترف لهم هني، واكيد رح يحبسوك، والا السيد رجائي رح يتصرف. شو قلت لك يا حمار؟ لو اخذنا الورثة كنا رح نحل مسألة التأمين، بس هلا من وين رح ندبر هذا المبلغ؟ اسمعني ليك بابا، انا بنوب ما إلي علاقة بهالشغلة، اذا دبرت المصاري ساعتها محلولة، واذا ما قدرت انت بتعرف شو الباقي. إيه وهلا بستأسم منكم جنيد وصحتين وهنا، ما راح اقدر اكون معكم، شرب عني فكري بيك. لا تطول يا قليل التربايه، استنى انا بفرجيك. خاطركم خاطركم ولك. هدول مانن اولاد يا زلمه، هدول طباع، هدول وحوش جنيد، وهدول مشترسين. لك بس بدي افهم لمين طالعين يا واصين.